سيادة سفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير ليك وسادة المشاهدين. سيادة سفير، يعني أحب أعرف من معاليك نية أردوغان الحقيقية. طبعا هو يملك تأثيرا كبيرا على حماس، فأحب أعرف من حضرتك يعني ماذا نتوقع من مخرجات لمباحثات أردوغان مع فخامة الرئيس السيسي الأربعاء المقبل إن شاء الله؟ يعني باعتبارها أول زيارة بعد نحو 10 سنوات أو أكثر قليلا، بالتالي هيكون فيها العديد من الملفات. أيوة. يعني في وهيكون فيها كثير من الترحيب طبعا وتزويب أي حاجة كانت حاصلة قبل كده. يعني يعني دي الناحية المراسمية، لكن أنا بتكلم من الناحية الموضوعية. من الناحية الموضوعية هيكون في العديد من الملفات، في مقدمتها ملف العلاقات الثنائية. لأن العلاقات الثنائية كان فيها نوع من يعني التباعد السياسي لدرجة الحدة والاحتقان الشديد. ولكن من الناحية التجارية والاقتصادية كانت تسير مسيرتها بشكل يعني طيب، نقدر نقول شبه العادية، لأن لم يحدث فيها تطوير في مشروعات جديدة. هذه الزيارة وبدأ قبل ذلك يعني بداية فتح الباب لمشاركة تركيا في استثمارات في مشروعات جديدة أو في توسيع استثماراتها. هتكون أيضا طفرة في يعني العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المشترك في هذا المجال. الملفات اللي هتكون يعني موضع بحث دقيق وطويل هو الحرب على غزة. وكما ذكرت يعني هو علاقة تركيا مع التيار الإسلامي، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب وجود جالية فلسطينية في تركيا حوالي 30,000 فلسطيني. يعني لهم يعني أعمال متوسطة وأطباء ومهندسين وطلبة دارسين في الجامعات التركية. فبالتالي تركيا لها تأثير. تركيا كان موقفها يعني يمكن بعد أسبوعين ثلاثة من بداية الأزمة أنها اتخذت موقف شديد جدا في تصريحات الرئيس أردوغان ضد الحكومة الإسرائيلية، ووصفها بأنها بتقوم بأعمال أشد مما قام به هتلر. يعني كان أوصاف شديدة بالنسبة لها. أيضا سحبت سفيرها والسفير الإسرائيلي مشي من أنقرة، وهي بتقدم المساعدات بنشاط عن طريق مصر وبتدخل عن طريق معبر رفح، بتساعد وتساهم بكل ما تستطيع. طب معالي السفير، يعني أنا بعتذر لأن الوقت في المداخلات بيبقى قصير، هل لدى سيادتكم أفق ممكن نتوقعها كمخرجات من المباحثات بخصوص قطاع غزة وبخصوص ليبيا؟ لأن تركيا لها تأثير كبير جدا أيضا على الجماعات الإسلامية الموجودة في ليبيا. هو بدأ في ليبيا من فترة، منذ أن التقى الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان بدأ في اتصال تركي مع شرق ليبيا، وحصل في زيارة للبرلمان الليبي من وفد برلمان تركي وبدأ في اتصالات. فده ربما يعني مع الجهود المصرية يشجع على التقاء الطرفين، التقاء المشير خليفة حفتر مع عبد الحميد الدبيبة وتحسين العلاقات. فده ممكن جدا فعلا يكون دافع بهذا، لأن المشكلة في داخل ليبيا أشد مما هي في إقليميا وخارجها. بالنسبة لغزة يعني هو في إطار المساعدات، لأن الموقف في الشريك الأساسي في الحرب وهو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي شريك أساسي وهي تدي الضوء الأخضر لنتنياهو للقيام بعملية رفح. تمام يا فندم. هنا يبقى في العملية تفكير فيما بعد وقف القتال. بشكرك يا فندم معالي السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو مجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لسعادتك.